نادي كبير بحال الرجاء بالجمهور ديالو الشعبيه اللي عنده، ملي كتشوف التسويق ديال السبونسورينغ اش كيدخل ليه، داكشي اللي كيدخل الرجاء ايبسيلون بارابور على فالور ديال الرجاء. حيت ملي كتجي كتشوف لاباج فيسبوك ديال الرجاء مثلا 4 مليون دو 4 مليون، ملي كتجي كتلقى انه كتوقع مع ان انونسور باش ديرو في المايو ديالها ولا في الشورت ديالها قل من مليون ديال الدرهم، 800 الف درهم ولا 500 الف درهم. يعني الا جيتي تشوف غير القيمه ديال داك لابوني ولا لو سويفور كتجي 20 سنتيم ديال 4 دريال. شي لو كان غير دير غير درهم لكل واحد متبع في الرجاء راه هي 4 مليون ديال الدرهم. دابا نعطيك واحد الحاجه رخيصه، كاينه 4 مليون دو سويفور ديال الرجاء، الا عطيتي كل واحد فيهم عطى غير 10 دراهم هي 40 مليون ديال الدرهم. باش انا كون كنت رجاء ويكون طلبت من البوبليك ديال الرجاء ومن دوك لي سويفور يعطيو 10 دراهم ونلعب بالمايو ديال الرجاء بلا اشهار، حيت هادوك الناس خاصهم يعرفوا انه الا بغاو الرجاء دير لهم الاشهار خاصهم يعطيو يخلصوا بقيمه المايو ديال الرجاء. اليوم حنا في الشباب ما كنديروش الاشهار، علاش؟ راه ماشي ممكنش، حيت الا جيت نجي نبيع المايو ديال الشباب شحال غنبيع؟ 50 500 الف درهم 600 الف درهم يمكن كاع مليون ديال الدرهم ما كايناش في الهواته، حيت اغلى مايو يمكن كيتباع ب 600 الف درهم ولا حاجه. كل شركه انا ما نبيعش المايو ديال الفرقه ديالي ب 600 الف درهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.